كيف أداوم على الصلاة؟ إليكم هذه الطريقة العجيبة للمداومة على الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالصلاة وسيلة للنجاح، قد أفلح. والنجاح هنا نجاح في الدنيا والآخرة. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، كيف أداوم على الصلاة؟ إليكم هذه الطريقة العجيبة للمداومة على الصلاة. الحقيقة يعاني كثير وبخاصة من الشباب من موضوع الالتزام بالصلاة. طبعا معظم من يعاني من موضوع الالتزام أنه لا يستطيع أن يلتزم بالصلاة، هناك عامل مشترك بين جميع هؤلاء، أنه يصلي مجبرا. هذه هي المشكلة. أي عمل أنت مجبر عليه أخي الحبيب الله لا يتقبله، يجب أن تعلم ذلك. يعني بعضنا يظن أن الإنسان إذا التزم بالصلاة مكرها وأجبر نفسه على الصلاة وعلى الالتزام وهو لا يحب ذلك، صدقوني هذه الصلاة غير مقبولة، لا يستفيد منها شيئا. لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. ما معنى خالص؟ يعني أنا شخص يحبني بالإكراه أنا لا أريد ذلك. والله أكد هذه القضية، خاطب حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم. أنا طبعا هذه المعلومات التي أقولها الآن يجب أن تضعها في رأسك أخي الحبيب لتشعر بلذة الصلاة، لأنك إذا لم تشعر بلذة الصلاة لن تداوم على الصلاة. الذي يجعل الإنسان لا يداوم على الصلاة أنه يحس أنه إذا لم يصلي سيدخل نار جهنم، فهو خائف، وبالتالي الشيطان ينسيه أحيانا فيترك الصلاة ثم يعود وهكذا. لا، المؤمن ليس كذلك أيها الأحبة. الله تعالى خاطب حبيبه محمدا فقال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت يا محمد، انتبه أخي الحبيب صلى الله عليه وسلم، النبي كان يجهد نفسه ويتعب نفسه لهداية الناس، يحب أن كل الناس يهتدون، ولكن للأسف كانوا يجحدون ويكفرون، فكان يتعب عليه الصلاة والسلام. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. إذن أخي الحبيب، الله لا يريد منك عملا مجبرا عليه من الآخر، والعمل الذي تشعر أنك مجبر عليه لن يدخلك الجنة. الله يريدك أن تعبده حبا، حبا له، طاعة له. يعني هناك فرق أخي الحبيب، انتبه معي، سنضرب مثال، المثال بعيد نوعا ما عن موضوع الصلاة، ولكن ولله المثل الأعلى. إنسان يحب إنسانة، عندما تشتهي شيئا هذه المرأة، إنسان يحب زوجته يحبها حبا كثيرا بكل سرور وكل طواعية، يذهب ويحضر لها هذا الشيء الذي اشتهته وهو مسرور لأنه سيسعدها. بالمقابل إنسان يكره زوجته. أنا أعطيكم مثالا فقط بعيد جدا عن موضوعنا ولكن يقرب الفكرة لأذهاننا، يكرهها لا يطيقها، متسلط عليه، تقول له أنا أريد كذا كذا، فيذهب وهو مكره ويحاول ألا يأتي، يتمنى أن هذا الشيء غير موجود ويقول لها لم أعثر عليه، غير موجود، فقد من السوق مثلا. يعني
فكم الفرق بين هذا وذاك؟ كم الفرق بالله عليكم؟ أنت تريد أن تصلي خوفا من نار جهنم؟ طيب لنفرض أن نار جهنم غير موجودة، لا تصلي يعني؟ الصلاة التي كان يؤديها النبي عليه الصلاة والسلام كانت خوفا وطمعا وحبا، خوفا من الله وهذا شيء طبيعي، وطمعا بما عند الله لأن الإنسان يحتاج للخالق يطمع بما عند الله، والعنصر الثالث وهو المهم حبا في الله، حبا. لذلك النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صحيح في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. إذن عام الفتح الذي عاش بعده النبي بحدود سنتين، النبي عمليا أعفي من كل شيء، غفر الله ما تقدم له من ذنبه وما تأخر وهداه، وكان بإمكانه ألا يعمل أي شيء، كان يقوم الليل حتى تفطرت قدمه، تشققت قدمه، عندما سئل قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ صحيح أن الله أكرمني، طيب أنا ألا أفلا أكون عبدا شكورا؟ ألا أؤدي حق الله سبحانه وتعالى؟ إله عظيم أخي الحبيب أكرمك، أكرمك أنه خلقك، أنه أعطاك نعما عظيمة لا تعد ولا تحصى، السمع والبصر ونعمة القلب والفؤاد ونعمة الدماغ والتفكير، نعم كثيرة جدا حباك الله بها. طيب ألا تقول شكرا يا رب، الحمد لله؟ كيف تحمد الله؟ من خلال الصلاة، هي الصلاة هي طريقة من طرق الحمد لله، يعني تعبر عن شكرك لله بالصلاة، يعني الصلاة هي طريقة للتعبير عن امتنانك وشكرك وحمدك لهذا الخالق العظيم. فالله عندما أعطاك كل هذه النعم أخذتها وكنت يعني فرحا بها، وعندما تريد أن تقدم شيء لله، والله غني عن عباده ليس بحاجة طبعا لأي شيء، تقدم لنفسك أنت هذه الصلاة لنفسك، تصليها مكرها ومجبرا، إذن أول عنصر أخي الحبيب يساعدك على المداومة على الصلاة أن تشعر أنك تصلي لإله عظيم، خالق عظيم كريم. رقم 2، الصلاة هي وسيلة للراحة النفسية، عندما تقوم وتتوضأ تمرر الماء، هذا الماء يزيل معه الذنوب ويخرج معه آثام الشيطان، والشيطان يهرب من الوضوء، الوضوء هو السلاح رقم 1 ضد الشيطان، والصلاة سلاح رقم 2. الصلاة، الوضوء عفوا، والطهارة، هذا الأمر مريح نفسيا بالنسبة للإنسان، حالتك النفسية ستكون أفضل. رقم 3، أنت عندما تحافظ على الطهارة وتحافظ على الصلاة أوتوماتيكيا ابتعدت عن طريق الشيطان، عن طريق الشر. لذلك الله تعالى ماذا قال؟ أقم الصلاة. طيب لماذا أقيم الصلاة؟ هل قال سأعذبكم إذا لم تقيموا الصلاة؟ لا. هل قال سأحرقك في نار جهنم يجب أن تقيم الصلاة يعني قهرا وغصبا؟ لا لا، أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أنت أيها الإنسان مخلوق ضعيف، تتبع الشهوات، تتبع الشيطان، نفسك أمارة بالسوء، فرض الله عليك الصلاة ليصلح لك هذه النفس بكل بساطة يعني. إذن الصلاة تبعدني عن الشر، طب أنا بحاجة للصلاة؟ ليس الله بحاجة لي أو إلى الصلاة، تعالى الله عن ذلك، أنا بحاجة للصلاة، أنا أحتاج لهذه الصلاة أخي الحبيب. فهذه المعاني تجعلني أتذوق لذة الصلاة. سبب 4،
من الناحية الطبية يقول العلماء اليوم من الخطأ أن تجلس وتتسمر أمام الموبايل أو أمام اللابتوب أو الكمبيوتر أو أي جهاز آخر إلكتروني لساعات طويلة، يؤدي ذلك إلى مشاكل كثيرة في القلب والدماغ والمفاصل وغير ذلك. طيب ما هو الحل؟ الصلاة تجبرك أن تقوم في المواقيت الخمسة، تترك كل شيء وتقوم، تتوضأ وتتحرك ثم تمشي إلى المسجد، تصلي، تقوم، تجلس. حركات الصلاة معروفة مثل حركات اليوغا، يعني رياضة اليوغا وكثير من الرياضات حركاتها تشبه حركات الصلاة، إذن هي رياضة لك. إذن جسدك هذا بحاجة لأن يتنشط 5 مرات كل يوم، بدلا من أن تجلس 24 ساعة على اللابتوب أو الموبايل. إذن هذه فائدة رابعة لمصلحتك أنت، هذه مصلحتك أنت أن تصلي. فائدة خامسة، النظام الكوني أخي الحبيب، شروق الشمس، غروب الشمس، الزوال كذا، وقت الفجر، وقت غياب الشمس إلى آخره، أوقات الصلاة الخمسة تتوافق مع حركة الشمس والقمر والأرض، وبالتالي عندما تنظم حياتك على هذه الأوقات الخمسة يتحسن النظام المناعي لديك وتنضبط عملية الإفراز الهرمونات وما يسمى بالساعة البيولوجية، لأن الدراسة تحدثنا عنها قبل مدة أن اضطراب الساعة البيولوجية يؤدي لأمراض مثل السرطان والموت المفاجئ. هذه دراسة علمية يعني أجريت ومؤكدة ومثبتة. ما هي الساعة البيولوجية؟ كل إنسان الله زوده بساعة بيولوجية، توقيتات، طبعا كل الكائنات تخضع لها، يعني حتى النباتات والحشرات والكائنات الحية. هذه الساعة تضبط وقت النوم، وقت الاستيقاظ، وقت كذا، توزع الهرمونات وإفراز الهرمونات، هذا النظام الحيوي للإنسان إذا ضبطته على الأوقات الخمسة فإن ساعتك البيولوجية تعمل بكفاءة عالية، مما يؤدي لوقايتك من الشر، وقايتك من النوبات القلبية، من السكتات الدماغية، من مشاكل كثيرة جدا. إذن هذه فائدة طبية، وبخاصة صلاة الفجر، الذي يصلي الفجر ثم يجلس يستغفر الله حتى تطلع الشمس فيصلي الضحى، معظم النوبات القلبية تكون في الصباح، فينجو بنفسه من هذه من الموت المفاجئ الذي استعاذ النبي منه، من موت الفجاءة. إذن السبب السادس أخي الحبيب الذي أود أن تضعه في رأسك، أن هذه الصلاة هي أحب الأعمال إلى الله. يعني أنت أمام خالق عظيم أعطاك كل شيء، ولكن قال لك أنا أحب أن تصلي صلاتك على وقتها، تقول لا أريد أن أصلي، تنسى وتغفل هكذا. إله يحبك، أنت تبتعد عنه. النبي عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها. إذن صلاتك في التوقيت الصحيح أخي الحبيب أنت ترضي الله، وهذه محبة لله سبحانه وتعالى. السبب السابع أخي الحبيب وأختم به، طبعا هناك آلاف الأسباب ولكن أنا اقتصرت على هذه الأسباب السبعة التي تجعلك تداوم على الصلاة، أن الصلاة هي طريقك للنجاح. إذا كان لديك دراسة، كنت طالب، أو كان لديك عمل، أو كان لديك سفر، مشروع زواج، أي شيء، الصلاة تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح. من الذي أخبرنا بهذا؟ الملك سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالصلاة وسيلة للنجاح، قد أفلح، والنجاح هنا نجاح في الدنيا والآخرة، ليس فقط في الدنيا.
إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. كان يرتاح عليه الصلاة والسلام ويهدأ ويطمئن عندما يصلي. الصلاة أخي الحبيب تساعدك على مزيد من الخشوع. واليوم ما يسمى بالتأمل مهم لرجال الأعمال. رجال الأعمال اليوم الكبار طبعا أصحاب المليارات تجد أنهم يمارسون شيئا من التأمل. نحن لدينا 5 مرات أنت تصلي وتخشع في صلاتك، الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما معنى خاشعون؟ أي أنك تتدبر وتتأمل كل كلمة تقولها، وكل حرف تنطق به أثناء الصلاة، وكل ذكر تقوله سبحان ربي العظيم، تتذكر إلها عظيما أعظم من كل شيء، أعظم من كل البشر ومن كل مشاكلك وهمومك. سبحان ربي الأعلى، الله أعلى من هؤلاء. اهدنا الصراط المستقيم، الله هو الذي سيهديني لحل مشاكلي، سيهديني للرزق الصحيح، سيهديني للقرار الصحيح. ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ آية عامة جدا. أي عمل صحيح هذا هو الصراط المستقيم، أي الطريق المستقيم. أي عمل يوصلني إلى النتيجة الصحيحة اهدني له، اهدنا الصراط المستقيم. إذن أنت إذا أردت أن تتخذ قرار صحيح، قم وصلي 2 ركعتين كما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الاستخارة. النبي كان يأمر بصلاة الاستخارة في كل شؤون العباد، أي شأن مهما كان صغيرا أو كبيرا، حتى لو أردت أن تشتري متاع شيء معين، صلي ركعتين. يفضل أن تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم تدعو: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إلى آخره، دعاء الاستخارة. فستجد أن الله أعانك على اتخاذ القرار الصحيح. والصلاة، الصلاة لماذا تؤدي إلى النجاح؟ تنشط منطقة الناصية. الذي يحافظ على الصلاة بخشوع تجد منطقة الناصية، المنطقة الأمامية من الدماغ، الفص، هذا ما قبل الجبهة، هنا وراء الجبهة مباشرة، هذا مهم جدا في الإبداع وفي اتخاذ القرار. فكلما كان أنشط كلما كان قرارك سليما أكثر. ومن منا اليوم لا يحتاج إلى قرار سليم؟ إذن أخي الحبيب باختصار شديد، إذا أردت أن تتذوق حلاوة الصلاة يجب أن تبحث عن الأسباب. لماذا فرض الله عليك الصلاة؟ هل ليعذبني إذا لم أصلي؟ أم فرضها علي لمصلحتي، لكي أمتنع عن الشر وأنعم بحياة هادئة ومطمئنة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأنعم بحياة سعيدة وأنجح في حياتي وأتخلص من الأمراض وأتخلص من الفواحش. كل هذه المعاني يجب أن تستحضرها في ذهنك أثناء الصلاة. والله صدقني لن تترك الصلاة، لأن الصلاة شيء ممتع. يعني الإنسان الذي يشعر بالصلاة وبقيمة الصلاة ولذة الصلاة يترقب متى سيأتي وقت الصلاة ليصلي. إذن أخي الحبيب، هذه أسباب 7 إن شاء الله إذا درستها جيدا ستعينك على المداومة على الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المحافظين على صلاتهم، ومن الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: وهم على صلاتهم يحافظون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.